انا اسمي عربي محمد يونس. علي صوتك شوي قرب من الناس. اسمك عربي ايه؟ عربي محمد يونس. ماشي. انت كنت جوه في المستشفى محبوس؟ كنت بره نايم في الشارع بقالي 4 أشهر نايم في الشارع. ماشي. واغمى عليا والاسعاف جابتني. جابتك هنا اسعاف؟ اه. طيب وبعدين؟ كان في دكاترة مش عايزة تحجزني. عندي دكتور قال لي لا حبيبي وحجزوني. وحجزوك كم يوم؟ حجزوني 10 أيام وال10 أيام دول محدش عمل لي غير غيارين ثلاثة على رجلي. غيروا لك رجلك وايه الإصابة اللي في رجلك؟ قرحة. قرحة؟ قرحة من القرح اللي كنت نايم عليها. قرحة فراش. قرحة فراش. مطرح ما كنت نايم مطرح العملية. ماشي. المستشفى خرجتك ليه؟ خرجتني بتقول لي انت خفيت. قلت لهم خفيت ازاي؟ وانا اصلا رجلي اليمين دي اتشلت خالص. ما حركهاش خالص. ما حركهاش. يعني المفروض كده تتعالج يا اما هقعد ابدل. بالظبط كده. اليمين هي ما بتتحركش خالص. اه بص اهي اخرها اهو. لازم تتحركها بالظبط. اه